ركب الإماراتي البحر باستخدام قوارب مصنوعة من الجريد، وعلى الرغم من التطور الذي شهدته صناعة القوارب إلى أنه لم يغير في أصل الحرفة كثيراً، فطرق الصيد التي تم توارثها عن الأجداد ما زالت مستخدمة في كثير من الأحيان، ولعل أشهرها طريقة القراقير، وهي عبارة عن أقفاص كبيرة كانت تصنع من جريد النخيل ثم أصبحت تصنع من أسلاك الحديد، ويتم تصميمها بطريقة خاصة بحيث يوضع الطعم بداخلها، ولها مدخل مثل القمح يتسع في البداية ولكنه يضيق في الجزء الداخلي من القفص، وبذلك يدخل السمك إلى داخل القرقور بسهولة ولكنه لا يستطيع الخروج منه ثانية. ورغم أن عمليات الصيد بالقراقير تأخذ فترة زمنية تستغرق 5 أيام لعملية الصيد الواحدة، إلى أن الصيد بالقراقير له معنى مختلف عند قدامى الصيادين، فهو الطريقة الموروثة عن الأجداد والتي تعتمد في كثير من تفاصيلها الدقيقة على خبرة الصياد وفهمه للبحر وأماكن تكاثر الأسماك التي اعتادت عائلته أن تصطاد فيها منذ زمن طويل. ولا تزال صناعة القراقير على سواحل الإمارات تتم بالطريقة التقليدية ذاتها، فصناعة القراقير من الأشياء التي يمتزج فيها التراث بالمعاصر لأن الأجداد أبدعوا فيها لدرجة أن التصميم الذي ابتكروه أثبت أنه الأفضل والأكثر نجاحاً. لعل أهم ما يميز صيد الأسماك هو السمك نفسه، فالأسماك كالثمار تماماً تزدهر في فصول معينة، فبين الصيف والشتاء تختفي أنواع معينة من الأسماك وتظهر أخرى، وذلك بهدف التوازن في تواجدها. لذلك يمتد موسم الصيد الرسمي في دولة الإمارات من شهر أكتوبر حتى شهر مايو، كما ينصح الصيادون ذو الخبرة بالذهاب في الفترة بين نوفمبر وفبراير، إذ تتنوع الأسماك خلال تلك الفترة. بالنظر إلى موقع دولة الإمارات الجغرافي وتعدد المناخات، ظهرت حرف ومهن ترمز كل منها لمنطقتها قبل أن تعرف بأصحابها، وهذه هي الخصوصية التي تتميز بها بيئة الإمارات، أبرزت العديد من الحرفيين والمهنيين المتميزين لتصبح قصة الإنسان الإماراتي مع البحر قصة جميلة توضح كيف ارتبطا معاً بعلاقة عشق وتعاون منذ القدم. Thank you.